خويا علاء لاباس بعدا وراك عارف كنت حامله ويلا ولات وعارف الانسان مني كي ولاد والحماله يلا كيتلاها مع راسه وهادشي فين حنا كنا غابرين. الحمد لله الشيء اصعب مرحله هي المرحله ديال الوحم صعيبه بزاف كان عندي الوحم صعيب ما كنتش اعز اكله كانت عندي هو كسكسو اللي دار لي كسكسو حاجه ما عرفتش شنو دار لي او البطيخ واك كنموت عليه. وبالنسبه قلت لك الوحم داز عندي شويه صعاب بصراحه صهيب راه صبر معايا وحتى خالتي وكنبغي نقول لهم كنموت عليكم بزاف ولا لا خطيكم عليا. لا شو بالنسبه لحماتي كيفاش كتعامل معايا وكيف دايره معايا في داري بحال بنتها صراحه قال بلا كذوب بلا نيفه كتعامل معايا بحال بنتها معاوناني في ولدي بزاف يعني اكثر وحده اللي كتت ليا ولدي هي خالتي يعني دايره بحال ياسر وصهيب بحال هكا يعني امير بالنسبه له هو صهيب صراحه. شو بالنسبه للسميه ديال الولد كنا في الاول باغي نسميه رايان خالتي قالت لينا هاد السميه يعني منتشر بزاف بزاف كيسميو رايان وواحد النهار يطيح لي واحد الفكره قلت كنشوف هكا الدراري الصغار كيش والله الا اول ولد ليا غنسميه امير حتى نعرفه ولدي ان شاء الله غادي يطلع امير يعني كيفاش كيتعاملوا معاه وادير بحال شي امير ديال الدار. قلت لهم ها شنو باغا نسمي انا راه باقا ديك الساعه يلا عندي 4 شهور مازال ما عارفش عندي واد ولا بنت وسبحان الله كان عندي واحد الاحساس انني غنولد ولد كنقول لهم شوفوا راه غنولد ولد وغنسميه امير وقالوا لي مرحبا. اي انسان فاش كيولي ام ولا كيولي اب راه كتبدل فيه بزاف ديال الحوايج. اول حاجه ما كيبقاش عنده داك الطيش كيولي داير ولدو قدامه باغي يشوفو في شي مراتب عاليه يعني انا دابا كنفكر غير في ولدي وكنتمنى ربي يعاونني باش نوصل لولدي شي حوايج اللي ما قدرتش انا نوصل لهم ان شاء الله. صهيب بدا كيتبدل وبدا كيدير عقله راك عارف كيما قلت لك الانسان اون فوا كيولد راه كيتبدل ماشي بالزربه ولكن كيتبدل تدريجيا يعني شويه بشويه وحنا غاديين مع الحياه الزوجيه ان شاء الله. صهيب كيتعامل معايا كيف ما كيتعامل اي راجل مع مرته كيحترمني كيقدرني واهم حاجه انه هو كيبغيني وانا كنبغي وكنتمنى من الله ان الزواج ديالنا يستمر ان شاء الله ونشوفوا ولاد ولاد ولادنا الا كتب الله. صهيب بعيد بعد كامل على هادشي ديال التشرميه اللي كنقول بالعكس كل واحد والستايل ديالو صهيب هذاك هو الستايل ديالو انا شعر يعني شوف صهيب راه تبدل بزاف بالنسبه لحسانه ولا شعره ما بقاش عنده ولا عنده يعني شعر عادي وان شاء الله مازال تلاقاو معاه وتشوفوا غتشوفوا كيف ولا ان شاء الله. وهذا كي غديروا تعرفوا على صهيب ان شاء الله في الفلوقات اللي غنولي نحط في اليوتيوب. اهم حاجه الا بغى الانسان الزواج ينجح هو الاحترام هو كيحترمني وانا كنحترمه يعني باش يشرمني ولا داك الشيء ما منوش دابا نقول لك واحد الشيء اهم حاجه هو العقل ديال البنادم شو كل واحد واشنو عنده في عقله كاين اللي عقله عنده داك خاصني نتزوج خاصني نحكم مرتي لا تلبس هادي فهمتي دير هادي ما تخرجش بلا شواري يعني هذاك بالنسبه لي انا ماشي زواج راه فهمتي راه ضغط كبير بحال شي واحد باغي تحكم فيه انا وياه فاهمين هو مساندني معاونني عاوتاني انا كذلك مسانده معاون يعني ما عندناش داك الشيء نزير مرتي تكون كيما كنقولوا حنا تحت الصباط لا عندي الفكره ما عندناش بجوج. بالنسبه انا الله ان شاء الله غندخل هاد الدومين ديال عارضه الازياء بالنسبه للفكره كيفاش جاتني عندي صحابات بزاف لي فان قول لي خديجه بغينا نشوفوك خديجه غبرتي ديري شي حاجه اللي غتبدل النظره ديال الناس لي انا غير باش نوضح واحد الحاجه انني انا ما تنتسوقش لهضره الناس يعني هضره الناس ديما كنخليها من ورا ظهري حيت الا تبعت هضره الناس عمرني ما غادي نوصل لشي حاجه وعمرني ما غادي ندير شي حاجه في حياتي. اما بالنسبه للسيد اللي الفوتوغرافي اللي تنتعامل معاه انا اللي هو سيمو الزهر اللي ماشي شي واحد غني على التعريف اللي كيتعامل مع العائله ديال الدنيا باطمه اللي منها ابتسام باطمه وكذلك الشيخ اتراكس وبزاف ديال لي ميك اب ارتيست. كيفاش قلت لك بغيت ندخل لهاد الدومين انا جاتني فكره راسي قلت اجي علاش ما نستغلش واحد الحاجه ان الشهره ديالي نستغلها في شي حاجه اللي تكون ايجابيه والناس يشوفوني بحله جديده ما يبقاوش ديما كيشوفوا صهيب وخديجه ما فين خارجين مثلا ها هم يعني ديما عيون الناس مازال محطوطين هناك فاللهم قلت انهم يشوفوني في شي حله جديده اللي نقدر تقدر تبدل ولو شويه النظره السلبيه اللي عندهم ماشي كلشي ولكن الاغلبيه واحد
21% تقريبا صاحب مساندني كيما قلت لك من قبل. حنا ما عندناش ديك الحاجه ان القمع، بالعكس اي مثلا انا عندي واحد الحلم بغيت نوصل ليه هو كيساندني كيقول لي انا ما نزيدك غير الخير والاحسان، بغيتي داك الشيء الله يسهل عليك بنت الناس. بالنسبه للناس اللي كانوا كينتقدوا الزواج ديالي انا وصهيب، كنبغي نقول لهم راه الانسان ما عمره ما يحكم على شي شخص اللي هو اصلا ما كيعرفوش وما عنده حتى شي فكره عليه. بالعكس انا وصهيب بغينا بعدياتنا خدينا واحد الطريق اللي هي طريق ديال الحلال، حنا ما مشيناش بقينا كندورو في الزناقي ولو يضحك عليا وانا نضحك عليه، لا بالعكس حنا بغينا بعدياتنا كوننا اسره. من بعد فاش كوننا الاسره ولا عندنا طفل اللي كنتمنوا اننا نشوفه في شي حاجه كبيره ان شاء الله، وكنتمنوا عاوتاني اننا نكبروا العائله ديالنا ونزيدوا شي بنيته الا سهل الله. هاد الساعه مازال ما حملاش، ولكن فاش يكون عندي حمل ولا شي حاجه غادي نعلن على هو الاول. يعني انا امنيتي كنتمنى من الله ان الولاده الثانيه الى فكرت انني نحمل نولد بنيه، امنيتي دابا نولد بنيه. يعني بالنسبه للناس كي يشوفوني كنحط مثلا شي تصويره وكنكتب على شي تعليق، لا يعني بحال لا نصيحه للامهات اللي عندهم بناتهم انهم يتصاحبوا معهم ويتقربوا لهم. عرفتي علاش؟ باش ما نشوفوش ديك الظاهره ديال هذا ضحك على هذه. يعني كون كانت الام مصاحبه مع بنتها وكتنصحها وكتوريها، ما كانش غتكون الظاهره ديال الانتحار، هذا ضحك على هذه، هذا شرم لهذه، حيت ما عندناش داك التواصل. يعني الام بعيده كل بعد على بنتها، ما مصاحبهاش معها. وانا انا باغا نصاحب مع بنتي ونصحها ونكون ماشي غير صاحبتها ولا ما، بالعكس خت ليها. بالنسبه للظاهره اللي ولات دابا ديال راجل شرمل مرتو، راجل ذبح مرتو، شو الانسان قبل ما يتزوج وقبل ما ياخذ ديك الخطوه يفكر مزيان، يختار واحد شريك الحياه ديالو، خاصو يعرف داك الشريك ديال الحياه ديالو كيفاش داير هو في الطبع ديالو. واخا كيقول لك بزاف ديال الناس الانسان ما تقدر تعرفو حتى كتعاشرو، كيما قلت لك الانسان خاصو يعرف شريك الحياه ديالو كيف داير من الاول. نحطو النقط على الحروف، انا كي دايره انت كي داير، ها كيفاش انا، ها كيفاش انت داير، تفاهمنا ولد الناس مرحبا، ما تفاهمناش فمن الاحسن كل واحد فينا يشد الطريق. اول حاجه غنبغي نشكر الناس اللي كيدعموني بزاف، كنبغي نقول لهم انا كنبغيكم بزاف، كنموت عليكم وراكم دي في القلب وديما في البال. اما بالنسبه لدوك المنتقدين اش غنقول؟ الله يهديكم. غير نصيحه مني انا، عمركم تبقاو تحكموا على شي شخص نتوما ما كتعرفوش، نتوما واخدين عليا انا وصل واحد النظره سلبيه بزاف، هذاك الشيء كيبقى شغلكم نتوما. اجيو عرفوني انا كيف دايره، كيف دايره التعامل ديالي، كيفاش خديجه كت العقليه ديالها ولا الكاركتر ديالها. ديك الساعه عاد حكموا عليا، ديك الساعه الحكم ديالكم مرحبا فوق الراس.